بعد انهيار سد أبو منصور وسد البلاد في مدينة درنا الليبية جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، وكان السدان يحتجزان 4 مليون متر مكعب من الماء فقط. وعلى الرغم من ذلك تحولت تلك الكتلة البسيطة لقنبلة مائية دمرت 25% من مساحة المدينة الليبية، مما جعل السلطات المصرية تعيد النظر مرة أخرى في مخاطر سد النهضة الإثيوبي الذي يحتجز 74 مليار متر مكعب، ومن المخطط أن يصل إلى 200 مليار، مما جعل مصر والسودان مهددان تهديدا مباشرا بقنبلة مائية قد تمحو السودان من على الخريطة وتسبب أضرارا لا تحمد عقباها لمصر، بجانب الأضرار المتوقعة للسد العالي المصري الذي يهدد تهديدا مباشرا هو الآخر بانهياره بمجرد انهيار سد النهضة نتيجة لزلزال أو أي سبب آخر، أو حتى فتح بوابات السد بطريقة غير مدروسة. فالسد الإثيوبي الآن يعتبر تهديدا يوازي تهديد قنبلة نووية على مصر والسودان. فهل نرى تعاونا بين مصر والسودان لتهديد أثيوبيا بالتدخل العسكري من أجل التحكم في بوابات السد؟ سنعرف ذلك في الأيام القليلة القادمة.